آية الكرسي أفضل آية في القرآن الكريم، لا بد من تفسيرها، وقد احتوت آية الكرسي على 10 جمل مستقلة، وفيما يأتي بيان تفسيرها. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو، إخبار بأن الله عز وجل هو المنفرد بالألوهية لجميع الخلائق، فلا معبود بحق إلا هو، وهو المستحق للعبادة. وبهذه الكلمة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وعليها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار. الحي القيوم، أي أن الله عز وجل هو الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره ولا قوام للموجودات دون أمره. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أن الله عز وجل لا يغلبه نعاس ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن جميع المخلوقات عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا توضيح من الله عز وجل بأن لا أحد يتجاسر أن يشفع لأحد إلا من أذن له الله عز وجل بالشفاعة، وهذا دليل على عظمة الله عز وجل وكبريائه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه الآية تدل على إحاطة علم الله عز وجل بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد على شيء من علم الله إلا بما أعلمه الله عز وجل، وإن كل ما وصل إليه الإنسان من علم فهو بإذن الله. وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن عباس أن الكرسي هو موضع قدم الله عز وجل، أما العرش فإنه لا يقدر قدره إلا الله. ولا يؤوده حفظهما، أي أن حفظ السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما لا يشتد ولا يثقل ولا يصعب على الله عز وجل، بل ذلك سهل ويسير عليه. وهو العلي العظيم، أي أن الله عز وجل علي بذاته على جميع مخلوقاته، علو منزله وعلو قهر وسلطان، وهو العظيم سبحانه وتعالى الكبير المتعال.